استكمالا لملف بدأته مع حضراتكم وهو معالجة مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه والتربة، قدمت لحضراتكم من خلال أسئلة بوجهها مباشرة لأصحاب الأرض الزراعية المستفيدين من هذه التكنولوجيا. بنزل أتكلم معهم أقول لكم أسألهم عملتم إيه في مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه والتربة. بسمع حلول كتيرة جدا بدائية سببت لهم ارتفاع في التكلفة وفي نهاية الموسم الإنتاج ضعيف، الراجل يقول لك خسرت. كنت بسمع منهم جمل مؤلمة يقول لك ابتديت أقلع الأشجار والشجرة بالنسبة له غالية جدا، ده شايفها من لما كانت شتلة صغيرة بيراعيها ويسقيها وعايشة معاه. النهاردة تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي قدرت تحل المشكلة دي، وده مش كلامي، ده فيسأل مجرب، هنطلع نشوف التقرير ده. بشكر حضراتكم وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية استدامة وتنمية واستقرار. كل نقطة مية قادرة تدخر من غير حدود. وأنا بتكلم عن الزراعة في مصر دايماً بشوف التركيبة المحصولية المتنوعة وأقول الحمد لله. بالفعل يا فندم الأشجار اللي بتتكلم، أنا مش أنا اللي بتكلم، من مواد خضرية، الثمار، الشغل. الحمد لله الناس بتشتكي من المانجا، احنا الحمد لله الله أكبر ربنا ادانا من فضله السنة دي في المانجا، عندنا إنتاج مش وحش الحمد لله. بطل هذه المنظومة الفلاح، هو اللي بيقدر يشتغل ويزرع ويشوف زرعته ويتابعها، لو فيها أي مشكلة يحلها. الملوحة بتخلي الصاج المجاير كده مثل مسفر. لكن وقت في نمو خضر. مجهد كده. مجهد كده. ما بتزرعش سمر. لا سمر ضعيف والسير نفسه ضعيف. مجهدة. مهما ما تسمى وتعمل. لكن دلوقتي الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى، الجهاز ده دلوقتي يعني يعتبر النص. ما شاء الله. يعني يعتبر النص في الزراعة وفي التسميد في كل حاجة. خلي بالك اسأل مجرب، أنا بنزل علشان أسأل الناس وأتكلم معاه. الهدف مش ان انا اتكلم على تكنولوجيا، الهدف ان انا اشوف التكنولوجيا دي مردودها ايه على الزراعه، الناس استفادت منها ولا لا، هنقدر نزود انتاجنا، هنقدر نحل مشاكل. ما كانش غيط السنه اللي فاتت. لا ده ما كانش غيطي. ما كانش غيطك السنه اللي فاتت. السنه دي غير السنه اللي فاتت خالص. النهارده دلوقتي المانجا اللب زي ما حضرتك شايف من المواد، ما فيش الحواف، زي يعني الخضار، نسبه الخضار كويسه، والشغل اتغير من يوم ما ركبت لغايه النهارده. الجهاز ايه المشاكل اللي حصلت فيه؟ ولا اي مشكله. جهاز راكب زي الفل، ما فيش اي مشكله. النتيجه في تحسن ولا في ثبات ولا النتيجه قلت عن ما ركبت الجهاز؟ الغيط ده حضرتك دكتور عيسى من شويه بيسالني، الغيط ما كانش كده السنه اللي فاتت، الغيط بدا يتسطر وبدا الاشجار تفرع وبدا يحصل نموات. انا كتير سمعت برامج وشفت برامج والكلام ده كلته، كنت بقول هم خلف الكواليس بيرتبوا مع صاحب الارض قبل ما يتكلم. انت بتتهمني انا كمان؟ معلش انا بقول على البرامج ده حالي. عشان الناس اللي هتشوفنا برضه عند مرض الله. انت كنت بتتهمني. الناس دي جات والله لحد قال لي لا انتوا بتعملوا ايه؟ طيب ولا هتعمل ايه ولا هتقول ايه ولا احنا هنسالوك ايه؟ انا النهارده سالت، انا ما عنديش اي ترتيب ودخلت اشتغل. حسن. وفعلا انا نازل اسم البرنامج اسال مجرب مش اسالني. الطبيعة محتاجة والجدارة والانتياج جاي وجاب الخير معاه التوبة الطبيعة محتاجة والجدارة والانتياج جاي وجاب